انطلاقة بطولة الوثبة الثالثة وتسعيرة هجن الرئاسة الخامسة التي تواصل دعمها المستمر لرياضة الآباء والأجداد. فشكرا جزيلا كثيرا كبيرا لمؤسسة هجن الرئاسة على هذا الدعم والعطاء. نتواصل مع حضراتكم في انطلاقة رابع أشواطنا في هذا المساء وهذا الشوط الخاص للمهجنات البكار الأصايل. انطلقنا من مسافة 5 كيلومترات برفقة هذه الشعارات التي تواصل الإنجازات، بداية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول ومن تتقدم لهب غانم بن علي بن محمد النيادي. مع المركز الأول يقدم لنا لهب في هذه اللحظات النقلة مباشرة إلى المركز الثاني. القادم مع المركز الثاني البيدة عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، من يقدم البيدة على المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث في هذه اللحظات القادمة بشعارك يا بن مفتاح راشد بن علي بن مفتاح الشامسي مع هملولة، بينما المركز الرابع القادمة مع المركز الرابع بشعار الكليلي تنطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا جميله مع المركز الرابع سالم بن علي بن مبارك القادمة في هذه اللحظات، بينما المغيرة والمنطلقة على المركز الرابع شباب سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، بينما المركز الخامس مع المركز الخامس شعار سعيد بن محمد الكليلي نقلتنا إلى المركز السادس اللي قادمة في هذه اللحظات شواهين أحمد بن نصيب بن لويح العامري، والمركز الخامس القادمة حسين محمد بن هلال بن عيضة المزروعي من تحمل رقم 50 مع المركز السادس في هذه اللحظات، وسابعا براقة أحمد بن خميس بن مغير الخيالي، بينما المركز الثامن القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة العفريتة محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي، وتاسع المراكز شقرة ملك ماجد بن راشد بن ضحاك المنصوري، وعاشرا الشاهنية سالم بن حبروت بن سلطان الكتبي. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول في هذه اللحظات، ما زالت لهب ما زالت لهب مع المركز الأول، مشتعلة مشتعلة في هذه اللحظات لهيبها مشتعل مع المقدمة ومالك لهب، من قدمها غانم بن علي بن محمد النيادي مع مقدمة الشوط. يتقدم النيادي، ينطلق النيادي، ينادي المشاركين هل من متحدي للنيادي مع المركز الأول المركز الثاني القادمة والمنطلقة شبابة مع المركز الثاني. انطلق شبابة ولهب شبوها والهبوها مع المقدمة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القادمة مع المركز الثالث بشعار محمد أم راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، من يقدم لنا هملولة القادمة في هذه اللحظات. المركز الرابع شقرة ماجد بن راشد بن ضحاك المنصوري، واللي وصلت أفراح أحمد بن فارس العامري يتقدم مع أفراح. المركز الخامس المنطلقة في هذه اللحظات تحمل الرقم 26 بهذا الدخول القوي، هذه يبيلها متابعة يبيلها مراقبة اللي هي جبارة محمد بن سالم بالضبيعة الكتبي، وأيضا أفراح قادمة ولكن المقدمة مقدمة الشوط اللي انطلقت شبابة مع المركز الأول سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. دير بالك يا الرميثي الكيل الأخير، ما زلت أحذر من اللي في المركز الثاني مع بالضبيعة، ما شاء الله تبارك الرحمن عليها وعلى كل ما يراه عيني جميل. أيضا القادمات الواصلات لا محالة، ولكن الرميثي يباعد المسافة ويقدم لنا شبابة
مع المركز الأول شبابة شبابة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الثاني جبارة محمد بن سالم بن ضبيحة الاكتبي. روح يا مالك شبابة، روح يا بن ضبيحة اللي وصلت العنود. الله يا العنود، الله يا الاسم الجميل العنود. سيب مصفر بن راشد العميمي يقدم العنود، وعنود الصيد اللي تبي تصطاد المراكز. لكن شبابة شبابة ما زالت شابة عليهم، شابة عليهم شبابة من أجل الفوز. شبابة والعنود، العنود وشبابة اللحظات الأخيرة. لكن أهالي السمحة، أهالي السمحة شبوا عليك يا الرميثي. لو ما تاخذ الناموس تهانين لك يا الرميثي على فوز شبابة في المركز الأول. سعيد بن مطر الرميثي المركز الثاني، العنود أتت مع المركز الثاني. سيف بن مسفر العميمي هو من أتى مع المركز الثاني من قدم العنود، بينما المركز الثالث اللي وصلت فيه جبارة محمد بن سالم بن ضبيع الكتبي ورابع المراكز. وصلت فيه الضبي عبيد بن سلطان الكتبي وخامس المراكز. وخامسا الشاهينية سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. إذا متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا انتهت مجريات هذا الشوط. وشباب هي من انتزعت الفوز وانتزعت الناموس في شوط البكار المهجنات الأصايل. وهنا تسجل التوقيت الزمني 7:33 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على انتصار شبابه في المركز الأول وتسجيلها للتوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة. 7:34 وست أجزاء من الثانية توقيت العنود. تهانينا لسيف بن مسفر بن راشد العميمي على هذا الفوز. وثالث المراكز 7:36 وسبع أجزاء من الثانية توقيتي جبارة. تهانينا لمحمد بن سالم بالضبيعة الاكتبي. انتهى شوطنا الرابع للمهجنات وسجل التوقيت الزمني الأفضل مع شبابه، ولكن ربما تتغير الأمور لأن يتبقى لدينا في هذا